يرتفع سعر الخبز المدعوم مجددا في مدينة الباب شرقي حلب، وذلك بعد القرار الأخير الذي صدر عن المجلس المحلي للمدينة القاضي بتحديد وزن ربطة الخبز الواحدة بوزن 700 غرام وبسعر وصل إلى ليرتين تركيتين. يعلل المجلس المحلي أن سبب الارتفاع هو ناجم عن توقف دعم الطحين وعن انخفاض قيمة الليرة التركية، القيمة الشرائية للليرة التركية، ما ساهم بزيادة تكاليف الإنتاج. سنسأل أحد الأهالي هنا عن تأثير هذا القرار وكيف سيكون يعني تأثيره على أصحاب الدخل المحدود. يعطيك العافية. أهلا وسهلا، الله يعافيك. صلاح الصمادي. اليوم المجلس المحلي لمدينة الباب حدد سعر ربطة الخبز وزاد صار السعر ضعف السعر القديم. كيف راح يكون تأثير ارتفاع سعر الخبز على أصحاب الدخل المحدود وعلى الأهالي بشكل عام؟ والله شيء صعب، يعني هلا أنا مثل اليوم محلي لسه ما استفتحت لهلا ولا بليرة تركي، يعني الله يعين اللي ما عنده محل، الله يعين العالم اللي والله وكيلك توقف هون، العالم اللي عم تطلب أكثر من العالم اللي عم تشتغل. يعني هاي المصيبة، يعني هلا أنا بالبيت بدي كل يوم 3 ربطات، بدي 6 ليرات، أنا لسه لهلا ما استفتحت، يعني لهلا لسه أنا ما استفتحت. هذا الله يكون بعون العباد. شو بنساوي؟ يعني هلا رفعوا سعر الخبز بس ما رفعوا الرواتب، يعني ما رفعوا الرواتب. اكبر واحد هون عم يشتغل، يعني عم يشتغل له ب 25 ليره، الاجور كلياتها تحت 25 30 القبض عم يشتغل العامل العادي، شو بده يلحق؟ اجار البيوت واجار محلات، انا مستاجر محلي ب 40 دولار 45 دولار، ما عم لحق. يعني هاي اللي صاير فينا، هذا الله يكون بالعون. شو نساوي؟ اهلا وسهلا اخي، اهلا وسهلا. طبعا توقف دعم الطحين عن المخابز المخصصه او المخابز التي تتبع للمجالس المحليه في المنطقه في 14 من الشهر الجاري، ومن المحتمل ان يعود دعم الطحين من قبل هيئه الكوارث والطوارئ التركيه افاد في 10 من شهر كانون الثاني في العام القادم. طبعا عده منظمات او عده مجالس محليه وقعت مع منظمه شفق الانسانيه مذكره تفاهم لدعم ماده الطحين، على ان تقوم منظمه شفق بدعم ماده الطحين بنسبه 50% لاكثر من 20 يوم. طبعا المجالس هي مجلس مدينه جرابلس والمجلس المدني لمدينه الراعي وايضا المجلس المحلي لبلده الغندوره. همام الزين، تلفزيون سوريا، مدينه الباب.